ده الملف عندي متصمم على الفوتوشوب والبلاك نازل فيه في الاربع لون، فده بيبقى صعب جدا ان انا اظبط الاحرف الصغيره ديت في الريجستريشن ان الالوان كلها نازله فوق بعضيها في البلاك. فالحل بتاعي احنا شفنا هنا، قلت لك انا عندي حاجه اسمها جراي كومبوننت ريبليسمنت جي سي ار، استبدال المكون الرمادي. فهنا انا محتاج استعمل الاوبشن اللي هو جي سي ار. انا محتاج بطلعه ازاي؟ بقول من اديت هقول كونفرت تو بروفايل، دي الالوان بتاعتي. باجي هنا اقول له كاستم تو سي ام واي كي وادي له اوكي. فاداني دلوقتي صيغ الوان، فانا هختار هنا الماكسيموم واقول له توتال انك بلاك عندي خليه 100 والتوتال انك ليميت 300. يعني ايه الكلام المكتوب ده؟ احنا اتفقنا ان هي اي لون المفروض ماكسيموم انك بتاعه 300، يعني سيان زائد ماجنتا زائد اليلو زائد البلاك المفروض ما يجيبش 300. ليه ما يجيبش 300؟ 300 ديت اللي هي مجموع الاحباق النسب الالوان اللي نازله في الاخر بتديني رقم معين. كل الارقام ممكن ما تفرقش معايا كتير الا اللي فوق ال 300، لان قلنا 100 سيان زائد 100 ماجنتا زائد 100 يلو، 100 زائد 100 زائد 100 300 بيديني بلاك. يبقى اي مجموع الوان فوق ال 300 100% هيديني بلاك، ما لهوش اي اختيار تاني. ما مش هيديني اخضر، مش هيديني احمر، مش هيديني ازرق، لانه عدى الرقم اللي اديني بيت الدرجات، هيديني 100% اسود. فهقول له اي رقم فوق ال 300 او فوق 288 بقول له حولهولي ل 100% بلاك اونلي. فلما اقول له اوكي اقول له اوكي، هلاقي ان الفايل عندي مفيش اي حاجه في الالوان اتغيرت، نفس الوانه، مفيش اي حاجه في الالوان، نفس كل حاجه ما عدا ان هو خلى البلاك بلاك اونلي. شايفين عمل ازاي؟ النسب هنا ما اتغيرتش خالص في الصوره. لو في نسب بلاك جو جراي جو جرين فضلت زي ما هي، لكن التكست هو اللي اتغير لبلاك اونلي. طب هل هو شاف عشان هو تكست؟ لا، هو شاف لان مجموع الوانه 300% 100% سيان 100 ماجنتا 100 يلو، او مثلا 80 ماجنتا 80 سيان 80 يلو، وفي 60 بلاك، يبقى برضو المجموع عدى 300 بتوعي. يبقى اللون 100% كان اسود بس عبارة عن خلط الوان. انا دلوقتي خليته اسود عبارة عن لون واحد وبنفس دقته وبنفس كل حاجة وما فيهوش اي مشاكل كده، وان شاء الله يطلع شارب في الطباعة وسهل جدا في الطباعة بتاعته. ده بالنسبة لأول حاجة ازاي نعدل البلاك في المطبوعة جي سي ار عن طريق جي سي ار. سلام عليكم.